أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة. وحذر الرئيس السيسي من العواقب الوخيمة التي ستترتب على استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد تابعنا بالحزن والألم تصاعد حدة بعض الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وآخرها ما شهده قطاع غزة. وبينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.